قد يكون الخروج إلى النسيان أو الخروج إلى النجاح، المتسابق اللي لم يطمح إلى مركز ولم يطمح إلى لقب، وش وضعه إذا غادر هذا الكيان بعد الساعة 10؟ غير صحيح أبو حمود. خروج المتسابق وعدم حصوله على المركز ما يعني أن الشخص هذا ما قدم شيء، أو أن شخص غير ناجح، أو أن شخص ما راح يظهر في يعني على الشاشات في الأيام القادمة. بالعكس، في ناس ما حصلوا على مراكز والآن يعني متوجين، والآن لهم برامج يعني على قنوات فضائية. والعكس صحيح، في ناس توجوا بمراكز واختفوا، ما عاد لهم وجود. يعني المركز يعني لا يعني نجاح المتسابق إذا غادر. بالضبط، لا يعني نجاح المتسابق أو استمرارية المتسابق. نجاح المتسابق واستمراريته شيء يرجع له. صحيح. إذا هو رسم لنفسه خطط وأهداف وتعب علشان يوصلها، بيوصل مثله مثل غيره. وأنا عدت الكلام ذا قبل، قلت الآن الساحة متشبعة بالمشاهير ومتشبعة بالإعلاميين ومتشبعة الأشخاص الكثر يعني في هذا المجال. أنت اعرف نفسك واعرف كيف تكون مختلف عن الباقين، وترسم لك أهداف يعني في جهة ما فيها إلا أنت، وتتجه لها وترسم لها يعني خطط وتبني لها أمور يعني تساعد في وصولك للهدف اللي أنت راسمه. وبعضهم يرسم لها أكثر من هدف، يوصل الأول ثم الثاني ثم الثالث وأهل المجرة.